تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. نتابع. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ وتزوير المحررات الرسمية. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 تشكيلات عصابية بقنا والمنيا وأسيوط لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عملة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاتهم في التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار في النقد الأجنبي بلغ أكثر من 11 مليون جنيه. مديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط صاحب شركة نقل وسفريات لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق إجراء تحويلات مالية غير مشروعة مقابل عملة بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 3 ملايين جنيه. وعلى صعيد ضبط قضايا الفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بمكتب بريد بمحافظة جنوب سيناء، استغل موقعه الوظيفي وتلقى إيداعات نقدية كبيرة على حسابه الشخصي بالبريد من أشخاص مختلفة بعدة محافظات، ويقوم عقب ذلك بترك المبلغ في حسابه لفترة زمنية ليستفيد من الأرباح المستحقة عليها، ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المستفيدين حتى لا يقوم بدفع عمولة لهيئة البريد على التحويلات. وبلغ حجم تعاملاته 7 ملايين جنيه، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 1,200,000 جنيه قيمة العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التي قام بها. وفي إطار التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح متفق عليها، وتوقف عن سداد الأرباح وأصول المبالغ المالية المستولى عليها والتي بلغت أكثر من 56 مليون جنيه. مديرية أمن المنوفية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي وهمي واتخاذه وكرا في النصب والاحتيال على راغب الحصول على شهادات جامعية منسوبة لجامعات حكومية، حيث يقوم بمنحهم شهادات مزورة، وقد تم ضبط الشهادات المزورة والأدوات والمواد المستخدمة في عمليات التزوير. وعلى صعيد ضبط قضايا غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بسوهاج لقيام عناصره بغسل 190 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد والتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات لإخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة.